الكبرى. قبل ذهابهما لمنى، التقط عبد الله له ولزوجه 7 حصيات أكبر قليلا من حبة الحمص، وعند الوصول هناك ذهبا إلى جمرة العقبة فرمياها ب7 حصيات واحدة تلو الأخرى وكبرا مع كل جمرة. بعد رمي الجمرات قاما بذبح الهدي، وهو ذبح واجب على الحاج المتمتع والقارن فقط. ثم قام عبد الله وزوجه بالحلق والتقصير.